الحقيقة في الفقرة دي بنتكلم عن أكتر من شق، يمكن أهمها استعدادات المنتخب الوطني زي ما كنا بنتكلم عن مواجهة نيروبي. طبعا النهاردة بنتكلم عن هذا المنتخب بقيادة مديره الفني حسام البدري ومرانه الأخير صباح اليوم، بعد كده توجه لمطار القاهرة، سافر للعاصمة نيروبي علشان مواجهة كينيا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. النهاردة كان في مشاركة الحقيقة للثنائي المحترف دوليا، النني لاعب أرسنال وتريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة طبعا لمشاركة عبدالله جمعة لاعب الزمالك اللي انضم لهذا المعسكر. والنهاردة حتى من خلال يمكن المشاهد اللي اتعرضت كان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة النهاردة اللي بيترأس البعثة ومعاه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض كانوا موجودين في الاستاد، وبعثت المنتخب بالفعل غادرت المطار مطار القاهرة الساعة 3 العصر ووصلت للعاصمة الكينية نيروبي على متن طائرة خاصة. طبعا هنا منتخب كينيا بيحاول هو الآخر خلال الفترة الأخيرة تحديدا أن يكون له وجود على الساحة الأفريقية وأنه يشارك في أمم أفريقيا. طبعا ده حلم مشروع وكل واحد من حقه انه يحلم، لكن خلينا نقول ان النهارده منتخب كينيا كمان بيضم 11 لاعب محترف يا جماعه خارج كينيا، 3 من السويد، 2 من جنوب افريقيا، 2 في زامبيا، 1 في كندا وتركيا واليابان والمغرب. يعني المباراه باختصار مش هتكون سهله ابدا ابدا على منتخبنا الوطني زي ما في البعض الكتير ما بيتوقع. يعني خلونا ندخل بقى في تفاصيل حلقتنا ونتكلم عن استعدادات منتخبنا الوطني بشكل تفصيلي اكتر مع الكابتن الكبير، منورنا في البيت الكبير كابتن عادل طعيم. شرفنا يا كابتن. كابتن هاني مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا حبيبي. منورنا يا كابتن. يا نورك يا حبيبي. دايما سعداء بوجودك معانا كرم. بجد والله ربنا كرم. لان وجهات تحليليه مختلفه واراء مختلفه، يمكن سهام سردت من خلال المقدمه ان المنتخب الكيني منتخب على مستوى المجموعه بيقع في المركز الثالث، عنده 3 نقاط، ولكن شكله لسه عنده طموح في العوده للمنافسه حتى للصعود. شايف مباراه مصر ازاي امام المنتخب الكيني في كينيا ان شاء الله، واهميتها المنتخب مصر على المستوى الفني وعلى مستوى تصدر المجموعه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا باشيد بتحليل سهام على الفريق الكيني، فريق بيضم 11 نجم فيهم عناصر بتأدي الجانب الهجومي بشكل قوي جدا. الباك ليفت عندهم باك رائع جدا، في مميزات وفي جمل معينة بيأدوها، يعني من ضمنها الباك الشمال دايما بيلعب من التلت الهجومي، ما بيوصلش للراية وبيلعب الأوفر، لا من التلت الهجومي بيروح عامل الكروس للرأس الحربة بيطلع اللونجا بتاع الدحيل اعتقد. ايوه بتاع الدحيل بيطلع، وطبعا بيبقى تمرينه بيشتغلوا عليها بشكل جيد، ساعات بيلعبها عاليه وساعات بيلعبها على الارض. الثلاثي الهجومي مع الهاف الديفندر او بيحاول دايما ان هو بيزيد دايما في الهجمات، بيأدي الواجب الدفاعي بشكل جيد جدا، عنده مجهود وافر، عندهم ثغره يمكن هي قلب الدفاع. عنده عيبين، العيب الاولاني انه لما بيقطع الكوره عنده من الثقه والغرور انه لازم يرقص المهاجم اللي ضغط عليه. احيانا بينجح واحيانا كتير بيفشل ويتسبب في اهداف. الحاجه الثانيه العيب الخطير ان انا كمدافع مكلف ان انا ابقى مع راس حربه. راس الحربه ده لما احيانا انا بسرح وابص على الكوره وسايب الراجل اللي انا مكلف ان انا اتولى اللي انا براقبه، فبرضه اهداف كتير قوي بتيجي في الفريق نتيجه الخطا ده. بصت لايه الكوره مع الوينج رايت، هو بيبقى مع الكوره بصص على الكوره بس يعني. وسايب، وده خطا شائع في افريقيا عموما. يعني الجانب المصري طبعا عندنا مثلث هجومي طبعا قوي جدا، محمد صلاح هيبقى ورقه رابحه جدا مع الراجل الثغره الكبيره ده وانه بطيء شويه. طبعا تريزيجيه ناحيه الشمال، وطبعا مصطفى التسديد والكرات العاليه في وسط الملعب. يمكن احنا في الاراء كلها مختلفه، لكن
اللي انا شايفه انه هيدي فرصه اعتقد يمكن للنني لطارق. سوليه ونني ولا سوليه وطارق ولا نني وطارق؟ ايه تتوقع ايه في نص الملعب؟ والله فكر حسام اعتقد انه هيدي للنني ويدي لطارق. ممكن طارق طبعا خط الظهر وغير طبعا كمان قفشه تحت اللي حضرتك اتكلمت على ثلاثي هجومي بتتكلم على تريزيجيه. في قفشه طبعا قدامهم. انا بتكلم على الاثنين اللي فيهم احتمال يكون فيهم خلاف. الاثنين يعني ديفندر. انا متفق معاك ان خاصه طارق بيأدي بدور دفاعي اكبر شويه. يعني عمرو السوليه متميز جدا في الحاله الدفاعيه والهجوميه لكن هجومي اكتر. شايفين النني كمان مع ارسنال بدا ياخد ويستعيد الثقه بشكل كبير جدا وبدا يعمل دور 8 او رقم 8 بشكل اكتر من رائع ان هو اللي بيزيد وبيبدا يزيد في الحاله الهجوميه. وبالتالي اعتقد طارق حامد هو ممكن الاختيار الاول للكابتن حسام جنب النني. الحاجه الثانيه ان هو برضو لو برضو في تغييره مهمه هو واخد حمدي فتحي انه في حاله ان احنا جبنا جول او جولين او حاجه هيحاول ان هو يامن. فممكن جدا يعني في وسط الملعب يعمل ستاره على خط الظهر بتاعه. فممكن جدا ياخد قفشه وينزل حمدي فتحي بعاملين الثلاثي يعني. الثلاثي ده بحيث ان هو محتاج بونت من الماتش ده. لكن طبعا احنا دايما في منتخب مصر بنلعب على المكسب يعني. عندنا مشكله اللي في خط في الحقيقه انا مش عارف عدت على حسام ازاي. يعني كان عندي البدائل لان انا ما عنديش باك ليفت بعد ابو الفتوح ما اصيب وخرج من المعسكر. انا جبت عبد الله. طب انا عندي في واحد جاهز في البيراميدز اسمه احمد حمدي وكان لسه راجع من افريقيا وولد اولا من ولادنا في النادي الاهلي ومن اللي اتربوا في النادي الاهلي وولد باك ليفت عالي جدا. انا بستغرب ليه ما اتخدش وباصر ان انا ليه يا كابتن تستغرب؟ يعني بالنسبه لك عبد الله جمعه مش جاهز زي احمد فتحي حمدي؟ لا احمد فتحي احمد حمدي اسف مش مش جاهز. احمد حمدي هو الاجهز. عارفه هو الاجهز. ملاحظاتك ايه على عبد الله؟ عبد الله ماشي يعني الموسم اللي فات كان نجم الزمالك كلنا كنا بنشيد بيه ونقول دايما يبقى هو موجود في المنتخب. في الفتره اللي فاتت ابو الفتوح هو بياخد والدليل على كده ان حسام لما اخذ التشكيل اخذ ابو الفتوح ما خدش عبد الله. لما عبد الله اصيب خد لما فتوح اصيب وسخن خد محمد خد عبد الله جمعه. عبد الله جمعه بس عندي لعيب كويس بس يعني زي ما بنتكلم سهام لعيب عنده خبرات كويسه يمكن كمان لعب بشكل اكتر من رائع مع بيراميدز. جزئيه اللي اتكلم فيها يمكن كابتن حسام ان عبد الله جمعه الاقرب من الحاله البدنيه يمكن او قريب من الحاله الهجوميه. وكابتن حسام عايز 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 يهاجم اكيد ما فيش شك يعني هنروح نلعب بطريقه هجوميه. احنا انت بتلعب كينيا وعايز تكسب المباراه نواحي هجوميه فرقت من دي. كابتن هاخد نقطه اتكلمنا عليها لايمن اشرف. ايمن اشرف يعني تاني بنرجع نقول ان ايمن اشرف كان عنده اصابه في ركبته. شايف الجزئيه دي ازاي؟ هل كان من الافضل ان كابتن حسام البدري يسافر بدون ايمن اشرف خاصه انه عنده يعني عنده خلي بالك كمان في احمد ايمن منصور ده بيلعب سيرد باك وبيلعب باك شمال. وبالتالي هل كان من الافضل ان كابتن حسام يفضل ان ايمن اشرف يتعالج خاصه عنده اصابه في الركبه انه يتعالج وينتظر التجمع اللي جاي ولا انت شايف ان سفر ايمن اشرف كان ضروري جدا مع المنتخب في الفتره دي؟ لا عمر ما كان يبقى لاعب انا ما انزلش معايا تمرين كامل مره واثنين واخده معايا واجازف بيه في كل الحالات. لو لعب وادى كان بيه طب لو تسبب ان هو يبقى اصابه زياده يبقى المنتخب خسره والنادي الاهلي خسره. يبقى انا بجازف ليه بحاجه انا ممكن جدا ان انا احلها وخاصه انه اشرف في الماتش فيتا طالع مصاب وبعد ما راح التمرين وراح المعسكر ما اتمرنش مع الفرقه. صحيح. فانا المجازفه دي يعني انا اعرف ان حسام يعني في تفكير ناضج وفي يعني فانا حاجه دي الحاجه الوحيده اللي باخد عليها ان طبعا ببقى متضايق جدا ان حد دايما بينتقد الجهاز الفني خد فلان ما خدش الاختيارات يعني الاختيارات دي بتاعت مدير فني. صحيح. وهو اللي بيتحاسب عليها في الاخر وهو اللي هيوصل هو اللي مش هيوصل بنحاسبه في الاخر الا لو لقينا انه في تجاوزات غير طبيعيه في العمليات الاختيار في الوقت ده ممكن يبقى في كلام. يعني ايه تجاوزات غير طبيعيه؟ لما يكون التشكيل لان دايما حضرتك عارفه ان دايما في كل منتخبات العالم بتلاقي في تثبيت تشكيل. كابتن هاني عارف الكلام ده.
هتلاقي منتخب ألمانيا معروف باك رايت مين باك ليفت مين، كل الناس معروفين. منتخب مصر في فترة الأخرانية إلى حد كبير العمود الفقري موجود، بيتغير واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني تريزيجيه محمد صلاح طبعا مصطفى دخل، يعني كان ممكن جدا وجهة نظري كان يبقى مروان مثلا موجود، لأن مروان خايمة دولية وخبرة دولية لا يستهان به، حتى لو قاعد معايا على الدكة في ربع ساعة في آخر ربع ساعة الخط لا يستهان بها. الخط الهجومي بالنسبة للكابتن حسام البدري أفتكر أنه محسوم بشكل كبير جدا، بس هنا شايفة في وجهة نظر أخرى، يعني كنت بتفضل أنه يبدأ مباراة كينيا بمروان، يعني نزل مروان كمهاجم؟ لا لا، أنا زي ما قلت لحضرتك هيبقى أنا واخده مروان مش في القائمة، بس هو كان اختيارات يعني كان اختيارات احنا بنتكلم على الاختيارات، لان انا اقصد يبقى معايا خبره دوليه زي نتكلم على محمد فتحي مصاب، عنده محمد حمدي، محمد حمدي لاعب بيراميدز مصاب في العضله الاماميه، يبقى كده احنا ظلمنا حسام. لكن رؤيه احنا بنتكلم في الاختيارات، يعني انا يهمني دلوقتي ان انا كمدير فني ببقى اب، ببقى رحيم جدا ان انا لعيب عندي مانيش ضامن سلامته 100%. صحيح. استحالة ابدا اخده معايا. استحالة. يعني انا في 48 في 24 ساعة هيخف. يعني احنا مسافرين النهارده الثلاث. بكره تمرين خفيف. ويوم الخميس الماتش. طب هيلحق يخف امتى عشان اخده معايا المعسكر؟ انا كان ممكن جدا يبقى مستني بيتعمل هنا فترة علاج، والماتش اللي جاي يوم 29 يبقى انا يتمرن مع فرقته ولما وجاهز. يجي ابقى جاهز. يبقى انا كده المنتخب ما خسروش، وفي نفس الوقت انا ما عادتش النادي الاهلي وجمهوره، لان انت لا قدر الله لو اشرف لعب وتعب مردودها ايه جمهور النادي الاهلي اللي بيمثل اكثر من 70-80%؟ ما هي دي يا كابتن عادل بقى بنسميها التحديات اللي هتقابل موسيماني في الفتره اللي جايه. ايوه، يعني انت عندك النهارده لعيب في جزء من لعيبه الاهلي كبير جدا في المنتخب الاول 8، ايوه، في 5 في الاولمبي، فالنهارده موسيماني عليه ضغط كبير جدا، خاصه ان انت بتلعب افريقيا بعد ما ترجع، هيبقى في وقت قليل جدا صح على 3 ابريل دي. مشفق جدا جدا على الجهاز الفني والاداري، ومشفق جدا على اللعيبه، الناس كلها خدت راحه، 8 من النادي الاهلي ما خدوش راحه، يعني على طول على المنتخب مثلا الى جانب المنتخب الاولمبي، الى جانب الاولاد اللي اصلا مصابين، احنا عندنا اكتر من 20 لاعب 20 لاعب، احنا داخلين على ماتش مهم جدا مع المريخ، فطبعا يعني اللعيبه بتاعه النادي الاهلي ما بترتاحش، بتيجي من افريقيا على كاس على دوري على منتخب، يعمل ايه موسيماني؟ غير موسيماني ده يحتاج من التنسيق كمان مع المدير، يعني اداره الاداره الفنيه كابتن حسام البدري، بالتنسيق خاصه مع، بنتكلم مش الاهلي بس، التنسيق مع الزمالك لان الزمالك كمان عنده مشوار افريقي، بنتكلم على بيراميدز، التنسيق مع المدير الفني مع اجهزه الفنيه للفرق اللي بتلعب بطولات افريقيا، عمليه ديت لازم يكون فيها تنسيق كامل على المستوى البدني، اللعيبه مرهقه، اللعيبه عندها ضغوط مباريات، هل ينقصنا هذا التنسيق الكامل ما بين الاداره الفنيه او حتى الاداره الطبيه ما بين المنتخب والانديه، خاصه الانديه اللي بتلعب على المستوى الافريقي، لي يعني ممكن جدا يتواصل مع موسيماني، لا اشرف ايمن اشرف لا متعور فلا يفضل مش موجود، ويديله برنامج او يتعالج في النادي، اول مرجع عايزه يشارك مثلا عمرو السوليه، لا عمرو السوليه بيبقى له كتير مشارك مع النادي الاهلي، فايه ان احنا ان شاء الله نديله مثلا شوط او نديله ثلاث اربع مباريات، التنسيق ده الحلقه دي مفقوده ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وبعض الانديه خاصه بتلعب على المستوى الافريقي، مفيش تنسيق ما بينهم، يعني ما بيتكلموش مع بعض. مش انت توليت تدريب منتخبات؟ انا كنت بتعمل التنسيق ولا كنت كنا بنعمل، يعني كنا بنتكلم ده بقى الفكر، خاصه يا كابتن مع عدم كلام حضرتك في عمليه الاصابات، عمليه الاصابات دي مهمه جدا، ان لما يكون عندنا لعيب مصاب ويجي اولا لازم يكون موجود في المنتخب بيتم استدعائه، الدكتور بيكشف عليه، لا اللعيب ده مصاب نسبه اصابته قد ايه، لا ده لازم يرجع دي بيتعالج، لان فترات المنتخب تبقى ضيقه زي ما حضرتك قلت، احنا نلعب يوم 25 وهنلعب مباراه ثانيه يوم 29، فرق المباراه 4 ايام بس، وبالتالي مش هيساعد المدير الفني المنتخب انه يستعين بهذا الكلام دوت. هل حضرتك شفته بيطبق مع كابتن حسام البدري بالنسبه لايمن اشرف؟ ما هو كابتن حسام لو راح الزمالك وراح بيراميدز وراح الاهلي طبعا الاعلام كان يشيروا او يتصل بالتليفون،
انا بفضل انه بتبقى فيه نوع من الناحيه الادبيه الجميله جدا ان انا اروح ازور نادي الزمالك او ازور النادي الاهلي. مش عيب ده مدير المنتخب هل ده طبعا ده بالعكس ده انا يعني انا صحيح. الاب بتاع الانديه كلها بزبور. والمنتخب فده لما اروح كده واسلم على اللعيبه واتمنى لهم الفوز وهم كمان يبقوا متمنين للفوز وبعدين لما كاميرا اعلام تجيب المدير الفني بيزور الانديه وبيحسها على انها تديره العناصر اللي هي تبقى جاهزه بحيث انك انت لو تفتكر 2006 و2008 و2010 لولا ان النادي لعيبه النادي الاهلي وطبعا زملائهم من الانديه الاخرى كان النادي الاهلي في قمه جاهزيته. صحيح. خدنا 3 بطولات ولما الجيل ده وصل لمرحله معظمه ابتدى يعتزل بعد كده ما حصلناش على بطوله افريقيا ولا وصلنا اصلا النهائيات افريقيا 3 مرات. صحيح. فالانديه هي العمود الفقري لامداد المنتخب وخاصه صحيح. مش تحيز النادي الاهلي بيمد زي ما حضرتك قلتي 8 عناصر كلهم اساسيين في المنتخب الاول. فانا لما اروح الاهلي واروح الزمالك واروح الانديه والاعلام يصورني وانا بشوف الحاجه دي حتى الحته الحضاريه دي بتبقى مهمه جدا. وبعدين على فكره في دكاتره كتيره كويسه موجودين كان ممكن جدا يستعين بيهم كابتن حسام يستعين بمكان يعني انا مشفق على ايمن اشرف لانه هو عايز يلعب وفي نفس الوقت هو حاسس بنفسه لان ما حدش هيحس ولا الدكتور هيحس الا هو الا اللي بيعاني لما هيجي يمسك ركبتي اقول اي ما قلتش اي خلاص تبقى انت سليم الا اذا عمل اشعه وحتى الاشعه ما بتطلعش برضو درجه الالم. طب في بعض الجمل الكابتن عادل اللي بتقول النهارده اختيار ايمن اشرف او الاصرار خلينا نسميها يعني الاصرار على وجود ايمن اشرف بالرغم من الاصابه انه ده يعني ضرب في الاهلي ان انت يعني عايز تعرقل مشوار الاهلي سواء المحلي او الافريقي. الكلام ده انت معاه كابتن عادل تتفق مع اللي بيقول كده؟ انا اديت مش عايز اقول المنافس او الخصم او اللي كارهني اديله عصايا ممكن يعني يتولاني بيها. انا ليه اخد حد مصاب يعني الولد ما اتمرنش ولا تمرين فانا اخده معايا ليه وخاصه اصابته الخشونه دي ما بتضيعش في يوم وليله. وبعدين الاصابات بالذات لازم يبقى المدير الفني في منتهى الحرص على اللاعب يبقى حريص جدا على اللاعب لانه اللاعب ده قوه لا يستهان به. ايمن اشرف اساسي في النادي الاهلي بقاله 3 سنين بيلعب في اكثر من مركز فانت ممكن تخسره بعد كده. وبعدين انت هتعمل عداوه بينك وبين الجمهور ليه؟ انت النهارده لا قدر الله لو اشرف يعني حصل اصابه ولعب وفعلا وطلع بعد 10 دقائق ولا حاجه واصيب وبعدين يعني النادي الاهلي خسره في ماتشات المهم اللي جاي انت عملت عداوه مع الجمهور. انت مش مفروض انك انت تعمل عداوه. كره القدم لعبه جماهيريه لعبه بتاعت جمهور لعبه شعبيه فانا لما كره الناس فيا هتتمنى لي ان انا ما انجحش على الرغم ان ده منتخب بلدي. فانت بتدي ليه عنصر من عناصر اللعبه مهم جدا ان انا ممكن نفقده في اي لحظه طبعا. انت في فترات كان احيانا لما المدير الفني كان بيشتغل بشكل مش كويس كان احيانا ماتشات المنتخب تلاقي الجمهور يعني ما بيبقاش حريص عليه. ليه؟ لانك انت عملت الحته دي. انا كنت يعني بتمنى من حسام انه كان يسيب ايمن واي حد ممكن خاصه ان احنا في الماتشين احنا محتاجين نقطه واحده. صحيح. مع النجوم العاليه قوي دي احنا عندنا في خط الظهر حجازي وعندنا الونش وعندنا محمد هاني اللي لسه راجع من قطر وكاس عالم انديه وكان ماسك افضل المهاجمين خط الشمال كل فانا الباك ليفت اعتقد انه كان ممكن جدا مع الجهاز الفني اللي موجود مع حسام انه يحاول ان هو النقطه دي ما تتعديش عليه خاصه ان عنده خبرات كتير. اعتقد يعني الكابتن حسام البدري واعي والجهاز الطبي كمان بقياده دكتور محمد ابو علا واعيين جدا ان مشاركه ايمن اشرف في المباراه هتكون فيها ريسك كبير جدا وفيها خساره مش على النادي الاهلي بس ده كمان على منتخب مصر. انت بتتكلم على عنصر كمان مهم جدا من عناصر قوه في منتخب مصر ايمن اشرف سواء باك شمال او سواء سيرد باك. وبالتالي في اعتقادي الشخصي انه مش هيتم الدفع بايمن اشرف. هي السؤال لو فعلا كده كان ريح في القاهره وكان عمل برنامج تاهيلي وخاصه زي ما حضرتك بتقول
في اعتقادي على المستوى الفني مصر اقوى كتير جدا من كينيا، واحنا تقريبا خلاص يعني ناقص لنا نقطه من 6 نقط او من ماتشين، فالعمليه مش مستاهله يعني بمعنى اصح يعني. شوف يا كابتن، نحسبها انت من يوم الخميس اليوم 29 صحيح، انا مش هحسبها ايام، انا هحسبها ساعات. انت النهارده لما يوم الخميس انت هتلعب مباراه، اشرف ما لعبش، فادي يوم راح. يوم هيسافروا طبعا، هيرجعوا الخميس، هيرجعوا الخميس بليل، الجمعه هيبقى راح. طب سبت تمرين خفيف، الحد تمرينه عاديه، الاثنين الماتش. طب انا عدد الساعات دي كام ساعه؟ 6 ساعات 7 ساعات. انما انا لو سبت ايمن كان هيتمرن النهارده، هيتأهل هيتأهل النهارده الاربع والخميس والجمعه والسبت ويجي الحد، كان هياخد فتره يعني. انا ببسطها للناس، مش هيقعد 5 6 ايام، لا ده انت بالساعات 7 8 ساعات. طب انت بتضيعهم ليه؟ كان ممكن جدا الايام دي كلها يكمل برنامجه التاهيلي صبح وظهر وبالليل، الاجهزه والحاجات اللي تحت الميه والحاجات دي عشان الخشونه، يبقى دايما الميه بتدي نوع من الاستشفاء عالي جدا. فكان الفتره دي كنت بفضل انه ايمن كان يبقى الثلاث واربع وخميس وجمعه وسبت وقت كبير جدا، ممكن كل يوم يشتغل مش اقل من 4 ساعات عمليه التحضير وعمليه الاستشفاء وعمليه العلاج، بحيث ان انا لما يرجع كابتن حسام باذن الله تعالى وان شاء الله يكونوا كسبانين باذن الله، يبقى عندي فرصه لو في فرصه انه يعني في ماتش جزر القمر يبقى يبتدي ممكن هو يدفع بيه اذا كان جاهز. اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه قبل ما ندخل في أيمن أشرف قوي، فكرة اللعيبة اللي كانت تستحق الانضمام للمنتخب الوطني. فكان يعني عند يعني بتعتقد أنه مروان محسن كان ممكن يكون يعني يتم الدفع بيه في المنتخب في المباراتين اللي جايين يعني، خاصة مباراة كينيا اللي جاية دي. ليه قلت مروان؟ خط الهجوم النهاردة اللي في المنتخب الوطني حضرتك عادل تعيمة كابتن عادل مقتنع بيه إلى أي مدى؟ الخط الهجوم الهجومي اللي اختاره كابتن حسام البدري، وليه قلت مروان؟ مروان لأي مدرب، واسألك كابتن هاني، اسألك انت يا كابتن عادل، ما برضه راجل مدرب انا دربته وانا في الاولمبياد وانا عارفه راي كابتن هاني 20 سنة بس. كابتن عادل بيتكلم ان مستوى مروان الفتره اللي فاتت كان اولا راس الحربه. هسيب مروان، مش هقول مروان، هقول راس الحربه بيتميز بايه. هقول ان هو بيلعب برجل الاثنين، شوط برجل الاثنين يمين وشمال، بيلعب دماغه محطه، ممكن بيتحرك جوه الصندوق كويس، بيبقى ممكن يلعب بدور زي الماتش اللي فات بتاع فيتا، بيلعب راس حربه وهمي بحيث ان هو يبقى يزيد ويسقط يفضي، زي ما مجدي قفشه. ومجدي قفشه جاب الجول امتى؟ كان جابه من عند الوينج ولا كان من مكان راس الحربه؟ فده عمليه التحضير دي ما بيفهمهاش الا المدير الفني الواعي اللي بيقول للعيبه حاجات معينه بيعملها وما بيحسش بيها للمدير الفني، مش الناس اللي هي ممكن تبقى مش فاهمه. فاي مدير فني بيجي مروان، اذا كان هناك في اعتراضات، الاعتراضات دي مش لازم يكون جمهور نادي الاهلي. يعني انت اللي بيكتب ده، هل انت عارفين ان هو من الاهلي؟ مش الله عارفين. اعلم صحيح، الله اعلم. فالهجوم الغير مبرر ده على راجل يعني، فانا شايف ان لما يكون عندي بقول الميزات، بيلعب رجل اثنين، هيدرز، محطة، بيتحرك جوه ال 18، ده الراجل ده بيعمل حاجات كمان للأسف يعني، ده ممكن جدا بيستلم ويسدد ويشوط وهو ظهره للجول، ودي شفتها له في أكتر من مرة في خلال الفترات السنين اللي فاتت، ودي صعبة جدا إن حد يعملها. لو حد بيعملها جوه بره في أوروبا كنا قلنا إيه العبقرية دي. يعني ساعات في كورة بيبقى الراجل السرد باك في ظهره وتبص تلاقي الكورة جاية له بياخدها على فخده يلف ويروح حاططها في المصر. اعتقد في ماتش السنه اللي فاتت كان في ماتش مع المنتخب، كان ماتش ودي وجاب جول بالشكل الطريقه دي. فعنده كل الميزات دي. انا ما بقولش مفروضه على حسام، لا، حسام ليه الصلاحيه الكامله انه يختار اللي هو عايزه، وجهه نظره الفنيه. لا ده انا لازم احترم وجهه نظر حسام والجهاز الفني 100%. انا بس يعني الحته الصغيره ان ما كانش يعني يضرني ان انا يبقى معايا خبره بحجم مروان قاعد، تخلي على الاقل مصطفى محمد يبقى يعني يتحرك شويه اذا فيه يعني
ان انا ده الاحتياطي بتاعي اللي قاعد بره واحد بحجم مروان. طب ده على المستوى الهجوم يا كابتن، ويمكن هنا في البيت الكبير كنا سالنا سؤال للجماهير، يعني ايه التشكيله المثلى اللي يبدا بها الكابتن حسام البدري؟ كلهم اتفقوا على تقريبا اللي حضرتك قلت عليه، عم تتكلم على الرباعي الهجومي، بتتكلم صلاح، قفشه، تريزيجيه، وقدامهم مصطفى محمد. خط النص كان فيه اختلاف شويه، لكن كل الاغلبيه برضو اتكلموا على وجود النني مع طارق حامد. كان الاختلاف شويه في خط الظهر، يعني كان شويه الاختلاف في خط الظهر. حضرتك شايف من وجهه نظرك الرباعي اللي قدامه كان طبعا ما فيش اختلاف على الشناوي، يعني الرباعي اللي بيلعب قدام الشناوي يبدا منين؟ هو طبعا هاني، ما فيش ده هاني، وبعدين حجازي، وبعدين في طبعا الونش. تمام. ممكن جدا في ماتش زي ده ممكن بدفع باحمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور كسرد باك، عشان بيلعب بشماله كمان، بيلعب بشماله، وممكن لما اذا عبد الله هيلعب، عبد الله اكيد هيلعب، عبد الله هيلعب اكيد، هيبقى برضو لو الراجل زاد هيبقى برضو حته التغطيه من وراه، راجل اشول وقدر ان هو يقابله كويس. واحمد برضو ماشي كويس جدا في الفتره اللي فاتت مع بيراميدز. طبعا. فدي التشكيله تقريبا يعني فيها ثبات وفيها نوع من انواع الانسجام بين الخطوط، ما فيهاش تغيير كتير، الولاد اللي عارفين بعض كويس جدا، وعارفين قد ايه الفتره اللي جايه ديت محتاجه ان هم بيتكاتفوا، وخاصه ان منتخب مصر باسمه الكبير قوي. صحيح. احنا دي ماتشين في منتهى السهوله، طبعا مفيش حاجه في الكوره اسمها سهل، لكن بالنسبه لنا كورقه وقلم وكخبرات، احنا الماتشين دول عايزين منهم بونت، وبعدين نوصل للنهايات. النهايات دي بالنسبه لنا انا بعتبرها فسحه، لان انا منتخب مصر. طب. انا دايما العب على الاول والثاني في النهائيات. عامل الانسجام ما يزعجكش يا كابتن عادل؟ عامل انسجام ما بين اللعيبه، خاصه انه ما كانش فيه فتره يعني نقدر نقول ان هم ضربوا فيها بشكل كافي ويعني اتاقلموا شويه مع بعض. عامل الانسجام ده يقلقك ولا لا؟ لا ما يقلقنيش. ما ياثرش قوي يعني. انت عارف حضرتك بيبقى ثقافه اللاعب مهمه جدا. ثقافه اللاعب. يعني انا يعني مثلا رحت حضرت فتره اعداد في نادي بريمة. الراجل ما بيعملش تدريبات خططيه جوه الملعب، كلها بيعتمد على ثقافه اللاعب وهو قاعد في الاوضه. بيقول له انت هتجري في الحته دي وهتعمل بالشكل الفلاني، والجمله دي هتعملها مع فلان. ما فيش لعب خططي اطلاقا جوه الملعب، لان طبعا بيبقى فيه نوع من انواع التحضير، وفي ناس طبعا بيبقى فيه نوع من التجسس، ويشوفوا مين اللي بيلعب باي طريقه، فبيعتمدوا دايما على ثقافه اللاعب. حسام واي مدير فني قبل كده بيعتمد على ثقافه محمد صلاح. محمد صلاح انت هتلعب الناحيه الفلانيه، انت هتادي دورك الهجوم بالشكل الفلاني. احنا كنا شفنا كوبر كان لما كان بيدي لمحمد صلاح الواجبات مش بتاعته، بيخليه يرجع يلعب ورا، اعتقد كان احمد فتحي، وطبعا ده كان بيؤدي، خلى الجمهور كله بقى يعني مستاء جدا من الاداء الدفاعي اللي كنا بنلعب بيه. فالمدير الفني لما بيطلب من محمد صلاح انت الجزء الهجومي بتاعك هيبقى في الحته الفلانيه، الجزء الدفاعي بتاعك هيبقى في الحته دي بس، بحيث ان انا استفيد من محمد صلاح في الجانب الهجومي اللي انا محتاجه يروح للمرمى بكامل قوته. صحيح. ما يبقاش بيدافع ورا احمد فتحي وبعدين يرجع يوصل لمرمى الفريق المنافس يبقى قوته وصل ب 40% او 50%، قلت ما يقدرش حتى حتى قوه التسديد مش هتبقى بالدرجه وكذلك تريزيجيه برضو الجنب الثاني. مصطفى محمد هيبقى اول مره اعتقد بيشارك معاهم في الحته دي، لكن برضو مصطفى عنده من الخبرات مع نادي الزمالك وفي ماتشات كتيره، عنده برضو الحته دي ممكن جدا هيبقى فيها الانسجام. انا كنت بفضل ليه مروان، لان مروان لعب مع محمد صلاح ومع تريزيجيه ماتشات كتير قوي. صحيح. كاس العالم اللي فات كان هو الثلاثي ده، فكانوا عمليه التحضير وعمليه انه مروان بيسقط ومحمد صلاح يروح شائق وتروح مع مولاله. هو طبعا تقاله كمان مصطفى محمد في الفترات الاخيره، خاصه مع المنتخب الاولمبي اولا ثم مع نادي الزمالك، وتالقه كمان في الرحله الاحترافيه مع جلاتا سراي. اعتقد لا شك ان هو مهاجم مصر حاليا نمره واحد بدون شك مروان. اكيد لو مشي على هذا المستوى اكيد هيكون ليه دور. وعمليه برضو حضرتك مدير فني وعارف ان عمليه برضو الانسجام زي ما بتقول سهام، هو صعب على الكابتن حسام البدري، مفيش اجنده لمده اسبوعين ثلاثه، وبالتالي بيعتمد على خبرات اللعيبه اكتر، يعتمد على رؤيته وتوظيف اللعيبه اكتر بشكل او باخر.
دي رؤية فنية. المجموعة اللي عايز أقول لحضرتك عليها اللي إن شاء الله بإذن الله مسافرة أولمبياد طوكيو بالنسبة للمنتخب الأولمبي أكيد بطولة كبيرة وأكيد كلنا منتظرينها، لأن عندنا فريق واعد جدا جدا، عندنا كل اللعيبة بتلعب بمستوى أكتر من رائع، وعندنا قماشة واسعة للكابتن شوقي غريب. السؤال دايما اللي بطرحه على الضيف، محمد صلاح تم خلاص استدعاءه أو كابتن حسام كابتن شوقي غريب قال إنه هيكون موجود، من وجهة نظر حضرتك اتنين كمان لعيبة يكونوا موجودين مع منتخبنا الأولمبي في طوكيو؟ أنت محتاج حد في وسط الملعب، ومحتاج حد في خط الظهر أو حارس مرمى. أنا بشوف إنه محتاج أحد السرد باكات، إذا كان ممكن يكون حجازي يبقى في الخط ده هيبقى فيه تقل صحيح. وبعدين في وسط الملعب برضو محتاج حد تقل برضو في وسط الملعب، وطبعا محمد صلاح. يبقى أنا التوزيع ديت، أنا حراس المرمى الحقيقة ولاد بيأدوا بشكل رائع جدا، والثلاثي يبقى في كل خط. أنا اديت الخبرات واديت محمد صلاح طبعا في الجانب الهجومي هيبقى نص الملعب النني، ممكن يبقى النني هتبقى عنصر من عناصر مع اكرم توفيق مع بس كمان حراسه المرمى مرمى يعني حراسه المرمى دايما مركز حساس جدا وبتحتاج خبرات كبيره جدا. انا على مستوى الاولمبياد كمان كان احمد الشناوي متالق، احمد الشناوي كان نجم النجوم وكان متالق، ويمكن كان وجود كمان عصام الحضري وقتها كان لسه عصام في اخر مشواره، لكن ما تعتقدش ان محمد الشناوي بخبراته الكبيره والثقه اللي خدها من خلال ادائه الرائع من 2018 لغايه دلوقتي يكون اضافه كمان لمنتخبنا الاولمبي، ان يكون عندهم حارس مرمى هذه الخبرات الكبيره يكون متواجد معاهم في الاولمبياد؟ هي صعبه شويه العمليه. هي صعبه شويه ليه بقى؟ ما انا هبقى عندي جول كويس، بس اللي قدامه ممكن يكون ما عندوش الخبرات الجامده، يعني بياخد جول ومدافع المشكله. يبقى انا كجول ما عملتش حاجه. انما انا عايز اللي قدام المرمى يبقى جامد، بحيث ان انا لما تيجي حاجه للمرمى تبقى هاديه. انما لو انا خدت جول والسردباكين اللي قدامه كويسين وكل حاجه، بس لو واحد يعني ممكن اخد سردباك، يعني ممكن يكون الشناوي يا اما بقى اجيب، يا اما يبقى فيه برضو زي ما حضرتك بتقول يبقى جول وسردباك وفي وسط الملعب محمد صلاح مش لازم يبقى محمد صلاح، مش لازم حد في وسط الملعب. ودي برضو فكره جيده جدا، يبقى فيه حارس مرمى وفي سردباك ويبقى محمد صلاح في وسط الملعب. في عناصر كبيرة كابتن، يعني في عناصر وسط الملعب منتخب الأولمبي، عندك أكرم توفيق، في كمان طاهر محمد طاهر سعاد يعني وعمار في الهجومي، في صلاح حسين وعمار عمار حمدي كل دول نجوم يعني. وبعدين ايه دول ولاد ايه بقى يعني انت عارف اذا امبارح انت بتملى وتسيبه يعني كميه الجري وكميه الكوره وكميه الحماس والضغط على امام عاشور وامام عاشور طيب هايل. فيبقى انت كلامك مظبوط بقى، يبقى في جول الشناوي احمد الشناوي، يبقى في حجازي، ويبقى في وسط الملعب ممكن يستعيد عنه، يبقى انا كده قفلت شويه اي صحيح. خطوره حجازي وجول ومحمد صلاح اعتقد هتبقى الفكره رائعه يعني. طيب كابتن عادل، عايز اسال حضرتك قبل ما نستعرض اجابات الناس. طبعا احنا سالنا سؤال مع بدايه الحلقه عن اجمل الاهداف لوليد سليمان في مشوار مسيرته مع الاهلي. كابتن عادل طعيمة رايه ايه قبل ما نستعرض بعض الاجابات بالنسبه لوليد؟ ده اهدافه كلها حلوه. هو في جول وحش يعني؟ انا مش شفتلوش جول وحش الراجل ده. اللي بدماغه واللي تفتكر له بيعملها تفتكر له ايه؟ افتكره له اللي راح واخدها فيرست تايم هاني عملها له، وراح الطبه راح واخدها اللي هو موسيماني. الموسيماني كمان مسك دماغه فيها وقال كان جول هايل، كان جول رائع ده اخر حاجه يعني. انما بقيت الاجوال، شوف الفاولات صحيح. كانها ضربه جزاء صحيح. في جول بدماغه الطار برضو الموسم ده كلها اهداف. في الترجي في رادس فاكر في 2012 كلها اهداف جميل. اللي خدها من فوق السرد باك وراح حاططها وخدنا كاس. كنا متعادلين هنا كسبنا 2-0 هنا كسبنا. سؤال النهارده على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك يا جماعه، نبدا. كنا طبعا السؤال عشان افكركم تاني، ما هو الهدف الاجمل لوليد سليمان خلال مسيرته مع الاهلي؟ من الفيسبوك الاستاذ سعيد المصري قال كل اهداف الحاوي جميله.
لكن هدفه في مباراة الترجي كان مميز. أستاذ محمد يونس قال الترجي من 2012 أنا ما كنتش شفتها والله. مصطفى سليم الأوفر اللي خد هدفه في الترجي نهاية 2012 الأوفر اللي عمله المتعب عماد متعب ده اسيست رائع طبعا. أستاذ عبد الله أبو بكر هدفه في الزمالك في دوري أبطال أفريقيا. صابر أحمد ماتش الإنتاج الحربي الهدفين الثالث والرابع. ده كان على مستوى الفيسبوك. أعتقد على مستوى تويتر في شريف بيقول هدفين، هدف الترجي 2012 ده طبعا كان في نهائي دوري الأبطال، والهدف الثاني في مرمى نادي الزمالك وكان 4-2 ده كان في دور المجموعات. وائل أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أهداف وليد سليمان حلوة بس بالنسبة لي هدفه الثاني في الترجي التونسي عام 2012 ده كان وائل أحمد. محمود عزت بيقول هدف وليد سليمان طبعا في الترجي مباراة العودة في نهائي أفريقيا 2012، وبين قوسين كده مع أني طبعا كل أهداف الحاوي أهداف جميلة يعني. طبعا من إنستجرام كمان أستاذ كريم هاني بيقول هدفه في المعز بن شريفية في الترجي. محمد هاني هدفه في الترجي نهاية أفريقيا وهدفه من الضربة الركنية. برضو محمد عصام اتفق على هدفه في الترجي، لكن فوزي قال هدفه في الزمالك على ملعب الجونة. ده بالنسبة للإجابات. طبعا احنا عندنا مشاركات كتيرة جدا، وأنا حابة فعلا يعني أشكركم على المشاركات ديت من وقت ما فتحنا فكرة التفاعل مع البرنامج. والحقيقة ردود الفعل جاية من الجماهير على كل وسائل الاتصال، الحقيقة يعني بنشكركم عليها. عايزة أتكلم على اللي هيواجه موسيماني، هيواجهه بموسيماني بعد إن شاء الله يعني رجوع المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي. عندنا ماتشين، المريخ وبعدين سيمبا التنزاني. موسيماني والتحديات اللي بتواجه موسيماني يا كابتن عادل، إيه هي التحديات من وجهة نظرك؟ وإمتى نستخدم مقولة الأهلي بمن حاضر؟ يعني ينفع نستخدمها في الأثناء؟ شوفي أول بعد ما يرجعوا يعني إن شاء الله بالسلامة. شوفي أول حاجة هي هتواجهه اللعيبة هترجع يوم 29 بإذن الله. بإذن الله تعالى عنده ماتش 3 في المريخ في السودان. فعنده عبء أولا علشان يبتدي يشوف اللعيبة اللي جاية مرهقة من ماتش جزر القمر مع الإصابات. صحيح. برضو في أخبار كويسة لازم نقولها للناس، إن في وليد ابتدت النهاردة تمرين كامل. صحيح. فهيبقى من العناصر اللي هتبقى كويسه جدا. برضو حته ان مروان ما راحش برضو دي فكره جيده جدا، انه برضو هيبتدي الراجل يشتغل معاه الشغل القوي جدا. فطبعا الفتره اللي من 29 هو 29 هيبقى الماتش، يعني يوم 30 هيرجعوا، يعني اللعيبه تقريبا هيسافر يوم واحد او يوم 2 يعني مش هيلحق يعمل حاجه. فدي التحديات اللي هتبقى معاه، هيبقى راجل جاي يا دوبك بيحط شاشه وميكروكروم للعيبه ما بيعملش غير يعمل ايه؟ صحيح. هيشتغل ايه؟ مش هيشتغل حاجه. هيجي يوم 30 راحه يعمل لهم استشفاء. أيوه. يوم واحد هيسافروا عشان يلعبوا يوم 3، يعني مش هيسافروا يوم الاحد والماتش الاثنين. فطبعا دي هتبقى عبء، بس هو ان شاء الله قده الجهاز الفني قادرين، ولا مع اللعيبه عارفين يعني ايه البطوله العشرة دي بالنسبه لهم هتبقى جيده. فطبعا كل الجهاز الطبي بالذات هيبقى عليه دور مهم جدا. الجهاز القائد طبعا دكتور احمد ابو عبلة طبعا. طبعا أكيد. جهاز الاحمال وبعدين برضو الراجل بتاع التحاليل حال الفريق المريخ. لان في تطورات وفي مدير فني جديد، فطبعا كل الامور دي هتبقى جاهزه مع موسيماني في الفتره اللي جايه، بحيث ان هو بيبقى بيحضر تقريبا مش هيقدر يحضر حاجه غير انها كلها حاجات نفسيه وحاجات طبيه. التدريب مش هيبقى فيه تدريب. النهارده كان في التدريب يا كابتن 12 لعيب ناشئين، حضرتك كنت يعني مدرب كبير جدا وطلع من تحت ايدك اجيال كبيره جدا، شفت ده ازاي؟ وحضرتك يمكن مريت بهذه التجربه وطلعت نجوم كبير، يعني طارق خليل، وكنا بنتكلم على نجوم كتيره شاركت مع الفريق الاول وهم لسه في قطاع الناشئين، شفت الصوره دي ازاي؟ وازاي كمان يستفيد منها موسيماني بشكل ايجابي في ممكن تدعيم الفريق او بعض العناصر اللي وارد انها تغيب شويه زي باك شمال او باك يمين، يستفيد من الفتره ديت ان يصعد 2-3 لعيبه يكون متواجدين الفتره الجايه مع النادي الاهلي. فتره مهمه جدا وممتازه جدا انه يحط ايده على قطاع الناشئين ويشوف العناصر اللي هي ممكن انها ممكن تبقى على المدى البعيد. صحيح. تبقى معاه
مش دلوقتي. مظبوط. يعني انت متوسط اعمار يا كابتن هاني، متوسط الاعمار الفريق الاول خلاص بقينا 26 سنة ده يعني متوسط الاعمار نزل تماما. صحيح. فانت انت على المدى سنتين ثلاثة حتى الاولاد المميزين ممكن السنة الجاية اذا بيطلع العناصر الممتازة بطلعهم اعارة سواء في مصر او بره مصر، ويبقى برضو احنا بنتعب شوية ان اولادنا دول يطلعوا زي ما انت عملت كده، يطلع بره في اوروبا، مش لازم انديه كبيره، يطلع في انديه عاديه. هي. فالولاد دول اولا الموسيماني خد فكره عنهم، وبعدين بتبقى فرصه جيده جدا ان المدير الفني ادى احساس وثقه للعيبه ديت انهم نزلوا اتمرنوا معاه. الحاجه الثانيه ودي تبقى مهمه جدا، بينسق مع المدرب بتاع 2001 او كابتن عمرو انور ومدرب رائع جدا وبيشتغل بشغل رائع جدا، انه الولاد لما بيتمرنوا مع الفريق الاول وبعدين ينزلوا مع فرقتهم لابد يبقى فيه الحته النفسيه. مظبوط. ان انا تكير اصبر في صبر ما تستعجلش. صح. لا علشان ما يحصلش للولد نوع من انواع الغرور او انواع الاحباط ان انا نزلت تمرينتين ثلاثه وخلاص وانتهت. صحيح. العمليه دي حته مهمه جدا، يبقى فيه التنسيق ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ وهم اساتذه في الحته ديت مع كابتن عمرو انور، بحيث ان هو يبقى فيه نوع من التنسيق الكامل. وحتى بعد ما الولاد اللي منهم هينزل برضو مفيش مانع ابدا ان يبعت احد المدربين يبص طبعاً عليهم برضو في الماتشات، برضو هتدي نوع من يعني ايه عدم الاحباط، وان انت ان شاء الله دورك جاي زي ما هاني طلع وزي ما العربي بدري. كابتن بخلاف الناشئين انت عندك كمان لعيبه يمكن ما شاركش بشكل اساسي في المباريات زي ناصر ماهر وصلاح محسن ففي فرصة كبيرة جدا قدام موسيماني وأكرم توفيق ده جامد قوي والله، وخلوق قوي. لا ايه جامد قوي ويلعب في اي حته على فكره. صحيح. احنا كنا مجهزين لك الجول بتاع وليد سليمان مع الانتاج الحربي اللي خلص 4-1، بس مش عارفه بيرجعوا هيعرضوا ولا لا، يعني عشان احنا اهو يا كابتن اهو شفت حبينا نهدوه لك اهو. ايه ده بقى ما الراجل لازم يمسك دماغه. على موسيماني يعني هدف على لا وليد قيمه كبيره جدا وحشنا يعني، وعلي معلول كمان طبعاً. الجول ده لو انت شفتيه بقى في حد في برشلونه لعبه هنقول عليه ايه بقى؟ هنقول عليه جامد قوي، هنطلع بالسما. هو فعلا جامد قوي طبعا. مكسب كبير للنادي الاهلي عوده وليد سليمان على المستوى الفني على مستوى القياده، وان شاء الله كل لعبتنا باذن الله ترجع يا رب سليمه من المنتخب والاولمبي او المنتخب الاول، وعلشان عندنا مشوار طويل مشوار العشرة باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل الشكر ليك يا كابتن، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا ليك يا كابتن عادل. شكرا. ظبطتوا الساعات ولا لسه؟ معادنا مع احمد اسامه ومحمد فارس، فقره خط احمر في البيت الكبير زي كل يوم ثلاث. ازيكم؟ اهلا يا سهام، الازرق يليق بك. اهلا كابتن هاني، مساء الخير عليك. واهلا كابتن عادل طعيمه، وذكريات جميله جدا عن كابتن وليد سليمان، طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي، والحمد لله يعني كل ثلاث يكون ان شاء الله ثلاث عظيم. اكيد بنستناكم كل ثلاث، وانا دايما بحب يعني بجري على طول على البيت عشان اتفرج عليكم، ان شاء الله تكون فقره مميزه دايما وبالتوفيق. افتح سبرنت بقى النهارده عشان معانا حلقه قويه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ليك يا اسامه، بالتوفيق ليك يا فارس. شكرا يا سام، شكرا كابتن هاني، ونشوفكم ان شاء الله والاهلي خط احمر، ولكن بعد الفاصل.